طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل الخير، اهلا ومرحبا بكم معنا ومع متابعه متجدده في نشرتنا الثقافيه عبر قناه عمان الثقافيه نستهلها بالعناوين. الهيئه العامه للصناعات الحرفيه تستضيف ندوه اليه حفظ المنتجات الفكريه وضمان حقوق الافراد. طالبات قسم التصميم بكلية الزهراء للبنات يبدعن في مجال الفنون والإبداع والتصميم الجرافيكي. وزارة التربية والتعليم تنظم الحفل السنوي لمسابقة حفظ القرآن الكريم. أهلا بكم. للوصول إلى إيجاد صيغة تفاهمية محلية ودولية في مجال حقوق الملكية الفكرية، استضافت الهيئة العامة للصناعات الحرفية ندوة إنفاذ قوانين حقوق الملكية الفكرية. الندوة تناقش آلية حفظ المنتجات الفكرية لضمان حقوق الأفراد والمؤسسات للوصول إلى أفضل الممارسات في مجال صون الملكية الفكرية. ضمانا لحفظ المنتجات والمفردات والمعارف التقليدية وصونها من تداخلات نتاج الحضارات، استضافت الهيئة العامة للصناعات الحرفية ندوة إنفاذ قوانين حماية الملكية الفكرية التي تأتي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية. الندوة هذه بداية مجموعة من الندوات الثانية والحلقات التدريبية اللي تساعد على توعية المواطنين وتوعية جهات إنفاذ القانون والمؤسسات الحكومية الأخرى المرتبطة بحماية المنتجات الوطنية وحماية المنتجات منع دخول المنتجات المقلدة. الندوة وليومين تسلط الضوء على مكامن العمل الدولي المشترك الرامي إلى إيجاد تفاهمات إقليمية ودولية تضمن الحقوق العادلة لكافة الأمم والحضارات لحماية مفرداتها الوطنية المشتركة، وتشارك فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية وعدد من الخبراء الدوليين، وتعزز حوار السلم والتفاهم المتبادل بين الشعوب. كما تستعرض الندوة نماذج وتجارب الملكية الفكرية في المجالات الصناعية والابتكارية والموروثات والملك العام وحقوق المؤلف من مؤسسات محلية وعالمية وآلية تطبيقها. دور وزارة التجارة والصناعة دور رئيسي في حماية الملكية الفكرية بحكم أن دائرة الملكية الفكرية تقع ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة. طبعا في جهات شريكة موجودة في الدولة، وإحنا اليوم يعني عاملين هذه الندوة لتغطية يعني مشاركات الجهات الأخرى إنها تكون شريكة معنا في هذا الجانب. في التشريع العماني عندنا قانون الملكية الصناعية وعندنا قانون حقوق المؤلف، اثنيناتهم حطوا إجراءات واضحة فيما يخص إنفاذ هذا الحقوق من إجراءات مدنية وإجراءات جزائية وتدابير احترازية، تتمثل مثلا في عدم الإفراج عن السلع المقلدة أو السلع اللي تخرق هذه الحقوق المحمية بموجب القانون. تتزامن إقامة هذه الندوة مع قيام الهيئة العامة للصناعات الحرفية باتخاذ خطوات متقدمة لمساندة حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالات الصناعات الحرفية وتصاميمها وتسويقها بالتعاون مع عدة جهات حكومية. ويتوقع أن تخرج الندوة من خلال محاورها وأوراق العمل والنقاشات المطروحة إلى وضع آلية موحدة لكافة الجهات الحكومية في إنفاذ قوانين حقوق الملكية الفكرية. أحمد بن راشد الهنائي، محافظة مسقط. ترجمت مجموعة من المواهب في مجال الفنون والإبداع والتصميم الجرافيكي من كلية الزهراء للبنات إبداعاتهن في معرض تحكيم مشاريع التخرج للعام الأكاديمي 2015-2016، حيث أبدعت الطالبات وعبر كافة الوسائط المرئية في تصميم رسائل حملة إعلانية لمنتج إحدى المؤسسات. ويعد المعرض الذي حوى 79 فنا دافعا وحافزا لتطوير مهارات الطالبات، الذي ينعكس مستقبلا على سوق العمل في تقديم أفضل الخدمات التسويقية والحملات الإعلانية. تشجيعا لحفظ القرآن الكريم والتدبر في آياته بين الطلبة المتسابقين، قامت وزارة التربية والتعليم
الحفلة السنوية لمسابقة حفظ القرآن الكريم. الحفل ضم كوكبة من مختلف مدارس السلطنة الحكومية والخاصة، والذين أتموا حفظ كتاب الله الكريم واستحقوا التكريم على المراكز المتقدمة في الحفظ والتجويد. الذي خلقك فسواك فعدلك. ما أعذب القول وأنداه وأسماه إذا كان في القرآن الكريم دستور الأمة ونبراس حياتها، وما أجمله وأحلاه إذا تعطرت به الأجواء يوم الاحتفاء بأهله الذين هم أهل الله وخاصته. ختام المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم هو تتويج لجهود تؤكد عناية وزارة التربية والتعليم بإتمام منظومة التربية والتعليم على أسس متينة من هدي كتاب الله عز وجل، الذي يبعث في هذه المنظومة كلها، منظومة المعلم والمتعلم والبيئة التعليمية التربوية، يبعث فيها مزيدا من الهدى والرشد والصلاح، ويفتح أذهان المتعلمين ويدفع فيهم الطموح نحو مزيد من البذل والعطاء في سبيل التحصيل العلمي المؤسس على قيم وأخلاق رفيعة وعلى علاقة متينة في داخل هذه البيئة التعليمية. كنت أحفظ كل يوم تقريبا مسافة صفحة كل يوم، وأسمعها لأبي ثم أستاذي، وأتمنى أن أكون معلمة قرآن كريم لكي يتمكن الجميع من حفظ القرآن الكريم بأسلوب الصحيح. لقد حصلت على المركز الأول على مستوى السلطنة. أشكر الله تعالى على توفيقي، وأرجو أن أحفظ القرآن الكريم كاملا. حصلت بفضل الله تعالى على المركز الثالث على مستوى السلطنة في المستوى الأول. إحساس اليوم جميل جدا لا يوصف. أشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، نعمة القرآن الكريم. كم نحن بحاجة أن ننهل من معين القرآن العذب، فتتشربه نفوسنا فيصبح سلوكا نمارسه في حياتنا، لنكون بحق جيل الأمة الواعد وأملها المشرق في بناء الحضارة على أساس من الحق والعدل والرحمة والتسامح. إنها أخلاق القرآن وعقيدته التي تربي فينا هذه القيم. تتوقد روح المشاركة والمنافسة بين المتسابقين لتضاف في كل عام دفعة جديدة من حفظة كتاب الله في الحفل السنوي لمسابقة حفظ القرآن الكريم. خديجة بنت سليمان، الشحية، مسقط. إذن إضاءة مباركة لحفظة كتاب الله الكريم. نتابع بعدها أيضا محطة أخرى في أجواء الثقافة والتربية. للمعلم دور كبير في العملية التعليمية، ويحرص على تطبيق أنجح الطرق التربوية لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية في بناء المجتمع والرقي به. وتكريما لهذا الدور، احتفلت الأسرة التربوية بمحافظة الظاهرة بتكريم المعلمين والمعلمات في المحافظة. رعى حفل التكريم معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية. المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية، والمعلم هو من ينشئ أجيال المستقبل، فرسالة المعلم كبيرة، فطلاب اليوم هم أمل الغد المشرق. فتحية إجلال وإكبار لهذا المعلم المتفاني، وطوبى لتلك الأيادي التي علمت وغرست في نفوس طلابها العلم النافع والمعرفة الجامعة والأخلاق الحميدة والقيم الرفيعة والمواطنة الصالحة. فهذه الأنشطة التربوية والإجادات الطلابية على هذا المسرح هي من نتاج المعلم الذي كرس وقته للعمل والمثابرة، فاستحق التكريم على جميل العطاء. التكريم يعني الكثير. أول شيء مواصلة العملية التعليمية في المدارس الخاصة وأهميتها في السلطنة. مطلوب علينا جميعا إحنا كإدارات مدارس تكثيف العمل، الإزدياد في مسألة التحفيز والتشجيع للأخوة المعلمين والأخوات المعلمات، وإعطاهم جرعة ربما يكون تزيد في مسألة العطاء والمثابرة. 93 من التربويين من المعلمين والمعلمات والهيئات الإدارية والفنية
والمدارس الخاصة بتعليمية الظاهرة، واحتفل بتكريمهم في حفل تربوي بهيج تقديرا لدور المعلم في العملية التربوية. التكريم ده عن صراحة فخر لكل معلم، حسينا بإحساس جميل جدا دافع معنوي إن شاء الله للسنوات القادمة للإبداع والتميز. يجب على المعلم مثل ما كان يجب عليه سابقا، هو المثابرة والجد والاجتهاد أيضا في اكتساب التقنيات الحديثة في التعليم والتعلم لمواكبة عصر العولمة والحداثة والتقنية الجديدة. معلم الأجيال يا نورا بدا بين القلوب تردد الأسماء، أمعلم الأجيال يا روحا غدت تعلو علو المجد حين يشاء. متابعة الأمور المهمة في ظل التقنيات الحديثة وما تشهده المنظومة العالمية من تقدم في مختلف المجالات من الأمور المهمة التي يجب على المعلم الوقوف معها والاستفادة منها. محمد بن سعيد العلوي من كلية العلوم التطبيقية بولاية عبري محافظة الظاهرة. أخبار الثقافة مستمرة معكم من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. افتتاح معرض فني في ألمانيا لتصوير حياة وشخصية الإمبراطور الروماني نيرو. لكم نجدد التحية. منذ مرور 6 سنوات من المباحثات والإجراءات القانونية، نجحت وزارة الأثار المصرية في استرداد 44 قطعة أثرية من فرنسا والتي تنتمي لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، حيث إن السلطات الفرنسية المختصة قد سلمت القطع الأثرية للسفارة المصرية في باريس، وبالإضافة إلى القطع المستردة العام الماضي والتي تم ضبطها في مطار شارل ديغول في شهري مارس ونوفمبر من عام 2010، وقد تم استرداد 546 قطعة أثرية خلال عام 2015 من عدة دول غربية. بعد تنقله بين 14 مدينة عالمية، معرض الفن المتاح يقدم أعماله هذا العام في هونغ كونغ. المعرض الذي جعل من الفن أمرا يملكه الجميع وليس محصورا على فئات معينة ينتهي من هونغ كونغ ليكمل ترحاله إلى العاصمة البريطانية لندن التي شهدت انطلاقته الأولى. الاستمتاع بالفن المعاصر ليس حصرا على المهتمين به، واقتناء الأعمال الفنية ليس قصرا على الأثرياء. هذه هي الفكرة التي انطلق من أجلها معرض الفن المتاح لأول مرة في العاصمة البريطانية لندن بعام 1999، وبسببها ازداد اهتمام الجمهور بالفن أكثر وأكثر. ارتحلت هذه الفكرة بين 14 مدينة عالمية: نيويورك، مدينة المكسيك، أمستردام، هامبورغ، ستوكهولم، ميلان، سنغافورة، وهذه السنة استقرت مؤقتا في هونغ كونغ قبل سفرها إلى لندن يونيو المقبل. هذا المبدأ وضع الناس على مسافات أقرب مع الفن العالمي. كلمة السر في هذا المعرض هي روح الشعب، أي أن تكون شفافا وواضحا أمام الجميع. غالبا عندما يسمع الناس أخبارا عن الأرقام الكبيرة التي تباع بها الأعمال الفنية حول العالم، يعتقدون بأن لابد أن تكون مليونيرا حتى تتمكن من اقتناء إحداها. يستضيف المعرض هذا العام أجنحة صينية وعالمية تضم الآلاف من القطع المميزة، بعضها لفنانين مشهورين وبعضها لشباب مغمورين.
إحدى الأعمال الملفتة الانتباه قنبلة معلقة بخيوط حمراء، لكن المتأمل فيها عن قرب سيرى أنها عبارة عن 12 قميصاً مطوياً صنعت من عملات فيتنامية وإيرانية وأمريكية وصينية في رمزية درامية لحرب فيتنام التي مضى عليها 40 عاماً. من خلال الفن يعبر الجميع باختصار عن كل ما يختلج في خواطرهم بطريقة تجعل من الرسالة واضحة للجميع. وما زلنا في أجواء الفنون وفي تصوير يعد الأول من نوعه وفريدا في فكرته ليتناسق مع الشخصية التي يتم وضع إطار لها. يقام في مدينة تالين الألمانية معرض بعنوان نيرو الإمبراطور الفنان الطاغية لتصوير حياة وشخصية الإمبراطور الروماني نيرو الذي يعتبر واحدا من أغرب الشخصيات عبر التاريخ. لما يقرب من 2000 عام ظل الإمبراطور الروماني نيرو من أشهر شخصيات التاريخ، وعرف بأنه حارق روما ومضطهد للمسيحيين وطاغية لا يعرف الرحمة. لكن هناك جوانب أخرى في حياة الإمبراطور لا يعرفها الناس، مثل أنه كان رساما وموسيقيا وشاعرا، وهو ما كان السبب الرئيسي وراء افتتاح معرض فني بعنوان نيرون الإمبراطور الفنان الطاغية الأسبوع الجاري في مدينة تيريا الألمانية الواقعة في ولاية راينلاند. وحكم نيرون روما منذ عام 54 وحتى 68 ميلادية، وبدأ ينفصل عن الواقع بقرب نهاية حكمه، وهي السنوات المسؤولة عن تشكيل صورته التي يعرف بها اليوم. لكن مدير متحف تيرير ماركوس رويتر يقول إن نيرون كان يمتلك جوانب شخصية أخرى مجهولة، وأنه لا يمكن اختصاره في كونه مجرد حاكم قاس. لقد كان نيرون شخصا متذوقا للفن قبل مجيئه للسلطة، حتى أنه أهمل السياسة قليلا للتركيز على الشعر والموسيقى والرسم، وهذا ما كلفه حياته في النهاية، وهذا ما نحاول تتبعه في هذا المعرض. ويعتبر معرض نيرون هو الأول من نوعه في العالم الذي يعرض لزائريه مراحل حياة الإمبراطور منذ صغره وتطلعه لاعتلاء العرش وحتى نهاية حكمه وتخلي حلفائه وأصدقائه عنه. وتم اختيار مدينة تيرير لاستضافة المعرض لامتلاكها تراثا رومانيا يتمثل في بورتا نيجرا أو البوابة الرومانية السوداء. ويقدم خلال المعرض أكثر من 800 معروض من 21 دولة، ويستمر حتى 16 من أكتوبر المقبل، ويتوقع أن يستقبل حوالي 150 ألف زائر. ومن ألمانيا إلى هونغ كونغ، وفي متابعة أخرى في تأكيد على أن الموسيقى هي أجمل فسحة، أقيم على مسرح مورنبورغ حفل للأوركسترا السيمفونية أمام أعضاء الكونغرس السابع بكوريا الجنوبية. ويعد هذا الحفل في استراحة اتخذها أعضاء الكونغرس كمحطة للتوقف عن المفاوضات والمحادثات مع الجارة الشمالية. عزف خلال الحفل عدد من المعزوفات الكلاسيكية الكورية منها والعالمية، كما قدم عرض للسيرك يتضمن ألعابا نفذها أحد الدببة السوداء. احتفل العديد من سكان وزوار جزيرة تشونغ تشاو الصينية بمهرجان بون الذي يعد تقليدا سنويا يمارسونه منذ أكثر من 100 عام. وتعود فكرة هذا المهرجان إلى اعتقاد الأهالي بوجود الأشباح في الجزيرة، فيرتدون من أجل ذلك أزياء مختلفة لرموز مستوحاة من التراث الصيني، كما يطبخون الكعك كميات كبيرة لاسترضاء تلك الأشباح، مع سباق حام لتسلق برج يبلغ ارتفاعه 14 مترا لتجميع أكبر كمية من الكعك المطبوخ. ويمارس سكان الجزيرة في هذا المهرجان طقوسا متنوعة، معبرين من خلالها عن امتنانهم لاستمرار السلام والسعادة في الجزيرة. هذه المحطة في هونغ كونغ تقودنا إلى التذكير مرة أخرى بأبرز العناوين في هذه المتابعة الثقافية. الهيئة العامة للصناعات الحرفية تستضيف ندوة آلية حفظ المنتجات الفكرية وضمان حقوق الأفراد. طالبات قسم تصميم بكلية الزهراء للبنات يبدعن في مجال الفنون والإبداع والتصميم الجرافيكي. وزارة التربية والتعليم تنظم الحفل السنوي لمسابقة حفظ القرآن الكريم.
بهذا مشاهدينا الكرام متابعي قناة عمان الثقافية نصل معكم إلى ختام هذه الرحلة الثقافية لهذا المساء. غدا بمشيئة الله نجدد معكم اللقاء مع متابعات ثقافية أخرى. دمتم في أمان الله.